يعني حط كل مكة كل غزة في رفح، والمدارس اندبت الناس مليان الناس المدارس. بقول هن أحسن لأولادك يعني برفع عنهم. باجي بقعد بعمل شاي بعمل أكل 100%، بأخذ آخر في الآخر مع المغرب بطلع إيش على المدارس. لا والله هذه ذكريات أنا عشتها، أنا ذكريات اللي أنا من يعني تقريبا طول عمري طول عمري وأنا عايش هنا. بقدرش أسيب المكان اللي إيش اللي أنا عايش فيه، برتاح فيه يعني برتاح راحة نفسية والله. لا بتركوش، لو قصفوا كل غزة مش حتركه أرجع تاني. والله أنا بعزف أول شيء لنفسي، أرفع عن نفسي، وبس بعزف للأولاد عشان ينبسطوا يعني ويغيروا جو. ثاني شيء يعني بعزف بحس يعني بالراحة لما أعزف، يعني بفرغ اللي عندي أي واحد يعزف سبحان الله بيعزف برتاح. أنا عندي هيك طريقة العزف، يعتبروا إنه إيش جهاد، بجهد في المعزوفات اللي بعزفها وطني، بعزف وطني كل أغلبيته وطني. والله بعد أكثر أغنية بعزفها بتأثر فيا هي أغنية فلسطينيين، أغنية حلوة وهيك بحس إنها بتعبر وشد الهمة. القصف مستمر، أنا بعزف يعني أكثر من مرة بعزف، كان يقصفوا في المنطقة الورانة هذه وأنا بعزف عادي. يعني الإنسان إيش بيعمل؟ هذه سبحان الله، هذه من ربنا، ابتلاء من ربنا.